خير، أهلا وسهلا بكم إلى معرض الصحافة، ننقله لكم مباشرة من استوديوهات الشروق الإخبارية. ونستهل هذه الجولة الصباحية بين عناوين الصحف الوطنية العربية والأجنبية بيومية الشروق، والتي خصصت صدر صفحتها الأولى للشأن الدولي معنونة: المغرب العربي، حقائق أخفاها البكوش. أما في قطاع التربية فتعاون كاتبة إيداع ملفات الترشح لأساتذة الرياضة بدءا من 18 من شهر أفريل. تطالعون كذلك خريجو التربية البدنية والرياضة وعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضة معنيون بهذا الإجراء والسنكيام، تتطرق إليه أيضا في عنوان جانبي. على رأس صفحتي الأولى تعود إلى الحدث وتعنون: عفوا رئاسي لفائدة 8985 محبوس عشية عيد الفطر، يقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أما في تفاصيل هذه اليومية فتطالعون هذا المقال الذي اخترنا التفصيل فيه أكثر: اتحاد المغرب العربي، الحقائق التي لم يقلها البكوش. حيث أطلقت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في بيانها الصادر الثلاثاء رصاصة الرحمة على هذا التكتل الذي دخل مرحلة الموت السريري قبل عقود، حيث نسف طيب البكوش الأمين العام المنتهي عهدته بصيص الأمل الذي تشبثت به الشعوب المغاربية لإعادة الروح لهذا الجسد المريض. بيان الرباط الأخير جاء على شكل محاكمة للجزائر كونه يحمل الكثير من المغالطات القانونية والسياسية التي هي بحاجة إلى معالجة وفحص لرفع الغموض، خاصة فيما يتعلق بتحديد الجهات المسؤولة على الوضعية الحالية للتكتل المغربي. تفاصيل أكثر وأوفى في يومية الشروق. اخترنا لكم أيضا مشاهدينا يومية المساء للتعرف على أبرز العناوين التي افتتحت بها عددها لنهار اليوم، والتي عادت إلى العفو الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عشية عيد الفطر المبارك. عفوا رئاسي ل 8985 محبوس، وتطرقت إلى الجرائم المستثناة من هذا العفو. أيضا مشاهدينا تطالعون الفريق أول شنغريحة يؤكد: نعمل بإخلاص لإفشال دسائس ومكائد أعداء الشعب. على رأس الصفحة الأولى ودوليا: الجزائر وتركيا تدعوان للحوار ووقف الاقتتال بالسودان، وهذا في اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية ونظيره التركي. أيضا تقف هذه اليومية عند حكم صلاة الجمعة إذا اقترنت بيوم العيد، وتفاصيل هذا العنوان في صفحتها الرابعة. أيضا مشاهدينا اخترنا لكم التفصيل في هذا المقال الذي يأتيكم في الصفحة الثالثة من هذه اليومية الوطنية: وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لفائدة 8985 محبوس، حيث جاء في بيان رئاسة الجمهورية أمس أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وقع مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا. تفاصيل أوفى حول هذا الخبر تطالعونها على يومية المساء. اخترنا لكم أيضا هذا المقالة: تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء أول أمس مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية الشقيقة السيد رجب طيب أردوغان، تطرق من خلال هذه المكالمة إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، كما تطرق إلى الأوضاع في السودان. أخبار اليوم مشاهدينا تخصص صدر صفحتها الأولى للشأن الأمني وتعنون: حرب المخدرات المغربية تتواصل على الجزائر بعد إحباط محاولات إدخال أزيد من 9 قناطير من الكيف عبر الحدود. تعود إلى العفو الرئاسي على ألاف المحبوسين عشية عيد الفطر المبارك. أما في عناوين جانبية فيمكنكم مطالعة ما يلي: الجيش الوطني يسعى لترسيخ
لترسيخ الاستقرار في الجزائر. أيضا وزير الداخلية يأمر بمعالجة الاختناق المروري بالعاصمة، وفي تفاصيل هذا العنوان تطالعون ضمن هذه اليومية هذا المقال الذي اخترناه لكم. إذا تطالعون: وزير الداخلية يأمر بمعالجة الاختناق المروري بالعاصمة، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد خلال زيارة عمل والتفقد قادته إلى ولاية الجزائر على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بمعالجة الاختناق المروري الذي يعتبر من أبرز النقاط السوداء التي تولي لها السلطات الوصية أهمية بالغة للقضاء عليها. هذا وشدد الوزير إبراهيم مراد خلال معاينته لمشروع الطريق السريع الرابط بين المركب الأولمبي محمد بوضياف وخرايسية على ضرورة العمل من أجل القضاء على مشكلة الاختناق المروري الذي أرهق المواطنين، مبرزا أن السلطات سوف تبذل كل مجهوداتها لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المسألة. أيضا مشاهدينا اخترنا لكم يومية الخبر لنتعرف على أبرز العناوين التي جاءت بها في عددها الصادر لنهار اليوم. عادت في صفحة الأولى إلى غلاء الأسعار منذ بداية شهر رمضان، وعنونت: غلاء سببه تجار ما يخافوش ربي. أيضا مشاهدينا تعود في صفحتها الثالثة إلى تفاصيل العفو الرئاسي عن المساجين الذي أقره رئيس الجمهورية عشية عيد الفطر المبارك. أما أسفل الصفحة الأولى فتعود إلى الهبة التضامنية للشعب الجزائري مع حلول شهر رمضان، عابر السبيل لا يجوع أبدا في الجزائر، والموائد الرمضانية حاضرة في كل المدن تقول الخبر. أيضا عناوين هامشية تطالعونها ضمن هذه اليومية الوطنية: دوليا سانشيز أضر بالعلاقات الجزائرية الإسبانية. أما في قطاع التربية فيمكنكم الاطلاع على هذا الموضوع: انطلاق توظيف 12 ألف أستاذ رياضة بالابتدائي، وتعود إلى الوضع في السودان وتعنون: السودان على بعد خطوة من الحرب الأهلية. اخترنا لكم أيضا مشاهدين عدد اليوم من المشوار السياسي: أمنيا تقرؤون أعداء الشعب لم يعودوا يتحملون قوة وحدته، هذا ما أكده الفريق أول شنقريحة خلال زيارة قادته لقيادة الحرس الجمهوري الحرس الجمهوري عفوا أقول. أيضا رزنامة جديدة لصب منحة البطالة لتجنب الضغط على مراكز البريد، وهكذا سوف يتم تقييم تلاميذ السنة الخامسة. تطالعون ضمن هذه اليومية مشاهدين هذا المقال والذي عادت من خلاله المشوار السياسي في صفحتها الثالثة إلى موضوع مهم: تبون يوقع مرسوما رئاسيا للعفو عن 8985 محبوسا، حيث وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. تفاصيل أوفى ضمن يومية المشوار السياسي. في الصحافة العالمية والعربية منها تعود مشاهدينا يومية القدس العربي إلى الوضع في السودان. أيضا تعود هذه اليومية إلى الحرب في أوكرانيا، وتتطرق إلى عناوين أخرى كذلك تجدونها في افتتاحية القدس العربي. أما في الصحافة الأجنبية اخترنا لكم افتتاحية لو فيغارو. إذا تطرقت هذه اليومية إلى العنف الذي يتصاعد من مارساي إلى باريس، وقالت أن المخدرات هي السبب الرئيسي. بهذا نختم وإياكم معرض الصحافة لنهار اليوم. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، على أن ألقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.